وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. برهم وفاجرهم، هذا خلاف للخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة الفجار، يعني الذين العصاة، يراد بالفجار هنا العصاة، الفجور اللي ما هو كفر. نعم. لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. يطاعون، تجب طاعتهم إلا أمروا، إذا أمروا بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنخلع بيعتهم إذا أمروا بمعصية، أمروا بحلق اللحى مثلاً، أمروا بأن الناس ما يصلون الجماعة في المسجد، هذه معصية، ما نطيعهم، ما نطيعهم، ما نحلق لحانا ولا نترك صلاة الجماعة، لكن تبقى طاعتهم فيما هو معروف، فيما هو معروف وليس فيه معصية، نخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير المعصية. نعم.